ممكن تعرضت لهجمات اعلاميه احنا شفناها. نعم. او خلي احكيها اقول انه اليوم انت لربما متهم بوجه الاخرين بوجهه نظر الاخرين بانه تريد تحول وزاره الشباب والرياضه من وزاره شباب والرياضه الى وزاره شباب والرياضه دينيه. شلون تشوف هذا الموضوع؟ شنو رده؟ دينيه يعني شلون؟ يعني احنا شفنا هيك تصريح للزميل طه برغيف. ها ما اعرف يعني هو ما اعرف شنو كان قصده بس يعني ربما فهموا من التزامي الديني انه انا عندي يعني عندي منظومه فكريه اريد املي عليها الاخرين. لا لا هذه صحيحه ولا انا مستعد ان اتنازل عن سلوكياتي حتى ارضي الاخرين انه انا مو متطرف او مو كذا. لا لا يعني صار توهم او تفسير خاطئ خاصه ان اغلب الذين يتحدثون بهذا الحديث للاسف ما تثبتوا من حقيقه هذه الاشياء. كنت اتمنى لو كان الاخ سائلني هسه انا اسالك نيابه عنه. لا لو كان سائلني انه هذا الفعل اللي صار اللي هو بنى عليه كلامه هل هو صحيح او لا؟ طيب هو مو صحيح هو الكلام. مو صحيح؟ طبعا مو صحيح. انا قبل الافتتاح الميناء نعم انا سويت اكثر من فعاليه داخل الوزاره. نعم. داخل الوزاره كان يعني كان اللي يقومون عليها اشخاص غير اللي يتحدث عنهم. وانا ما ردت افتح هذا الموضوع يعني انت بعد فتحته لا موضوع الخلافات لكن يعني حتى نوصل للجمهور لا انا مستعد ان اتنازل عن توجهاتي المعرفيه والثقافيه حتى نعم. اثبت لك انه انا ما عندي هيك تزمت او تطرف من هذا النوع ولا اني يعني من حقي ان افرض على سلوكيات الوزاره ان تتبع سلوكياتي الشخصيه. بالنتيجة إحنا أبناء بيئة وعرف والموجود هذا الموجود هو يمثلني طبيعي يعني ما عندي طيب. مشكلة به طيب. ما عندي مشكلة. أنا سويت مؤتمر خلي يراجعوا مؤتمر سياسات العامة للشباب والرياضة راجع أنت حضرتك سجل يمك شوف منو اللي صار بعرافة حفل ومنو اللي كان موجود بي. طيب أهم دعوة للأخ اللي يتحدث بهذا الموضوع خلي يراجع ما عندي مشكلة بس هو لو سائل لو متثبت أنا ما عندي مشكلة وبالنتيجة أنا هم ما عندي عقدة الشخص اللي ذكرته أنا طلعت وياه ببرنامج نعم شفنا ما عندي مشكلة يعني. ما عندي عقدة من هالنوع.